بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بمجموعة جديدة من المالتيبل تشويسز اللي هي سكشن 2 انتربرايز ريسورس بلانينج اند اوتسورسينج، اللي هي تخطيط مصادر، أكيد مصادر الإنتاج بمعنى الليبر والماتيريال والأوفر هيت، أوكي، للشركة للمؤسسة. and outsourcing، الاوتسورسينج تعني انه احتمال الشركة المؤسسة تحتاج الى خدمات خارجية بتكون اقل تكلفة، بدل ما يكون عندها قسم شؤون موظفين بتخلي شركة مختصة متخصصة في شؤون الموظفين تقوم عنها بالعمل، يكون عندها موظف واحد للتنسيق بين الشركة والشركات الأخرى التي تقدم لها الخدمات. إذن outsourcing معناها إنها تأخذ خدمات من الخارج. أكيد الهدف التكلفة أقل، لكن دير بالك الكواليتي مهمة. طيب، طبعا عنوان اليونت study unit 8 operational efficiency، كفاية وكفاءة العمليات، بمعنى العمل والشغل والتشغيل بأقل التكاليف لكن بالحفاظ، مع الحفاظ على الكواليتي. and business process performance، أداء عمليات الأعمال سواء كانت صناعية أم خدمية أم تجارية. طيب، خلينا نبدأ بالسؤال الأول، question 1، in contrast to just in time manufacturing، مرت علينا بالفيديو السابق اللي هو section 1. in contrast بالتضاد، يعني بما يقابل ال just in time manufacturing، تصنيع بال just in time يعني على الالو، بليز ودي لي البضاعة بالوقت المحدد. materials requirements planning is an، عملية تخطيط ما تحتاجه الشركة من مواد خام is an. طبعا في طريقتين، طريقة الجست ان تايم انه ما في مخازن او المخازن باقل مستوى ممكن، والطريقة الاخرى اللي هي الماتيريال ريكويرمنتس بلاننج اللي هي تعتبر طريقة للتخطيط لكم ستكون لدينا ماتيريال حسب كميات الانتاج التي ستنتجها الشركة اللي هي التراديشنال انفنتوري سيستم. إذا شو بتختلف لتراديشنال انفنتوري سيستم اللي هي بتيجي تحت منها الماتيريالز ريكويرمنت بلاننج عن الجست ان تايم؟ الجست ان تايم معروف ات از ا بول سيستم، وقلنا بالفيديو السابق انه الماتيريال ريكويرمنت بلاننج اللي هي جزء او عنصر من العناصر الرئيسية للتراديشنال انفنتوري سيستم اللي هي البوش سيستم، يعني نصنع ونخزن وبعد ذلك نقوم بالتخطيط للتسويق ووضع استراتيجيات انه قديش بدنا، بس برضه في مخازن. اذا البوش سيستم عكس البول سيستم، هذه بول سيستم، اعطيني هات لي الو الحقني، هنا بوش سيستم لا، بنصنع وبنخزن. طبعا البول سيستم هاي للجست ان تايم، اذا الجواب لازم يكون البوش سيستم لانه بيحكي عن الماتيريال ريكويرمنتس بلاننج is a push system. طبعا هون automated ومانوال ما لهاش علاقة بالموضوع، اذا الجواب لازم يطلع عندنا ايه، وخلينا زي ما اتفقنا بالفيديو السابق نضيع شوية وقت مشان نعمل added value. MRP اللي هي material requirement planning is a push system that is the demand of raw materials is driven by the forecast demand for the final product. قديش بدنا ننتج؟ قديش بنطلب direct material وبنخطط. which can be programmed into the computer. الكمبيوتر بيكون مبرمج او في برنامج لها كذا امر، قديش بندخل منتجات بدنا ننتج كميات معينه من الاوتبوتس، قديش بيطلع عندنا بالكمبيوتر بحسب لنا قديش بده ماتيريال وقديش بده سبلايز وقديش بده يمكن ليبر وقديش بده اي شيء. الماتيريال طبعا من كل الانواع، لانه مش معقول منتج واحد بده نوع واحد من الماتيريال. This
is an in a contrast with the just-in-time manufacturing. هذا يعتبر عكس ال just-in-time manufacturing اللي هو بيحكي عن ال pull system, which is a pull system, meaning items are pulled through production by current demand. بيجي الكاستمر بقول بدي كذا, بناء عليه بنقول يا supplier ودي لي كذا, بناء عليه عندي phase 1, phase 2, phase 3. الفيز 2 بتقول للفيز 1 بدي كذا, الفيز 3 بتقول للفيز 2 بدي كذا. Meaning items are pulled through production by current demand, not pushed through by anticipated demand. اذا حط وانت تقرا وتكتب حط current demand له علاقه بال just in time, و anticipated demand له علاقه بالايش باللي هي اللي هي الماتيريال ريكويرمنتس بلاننج اللي هي التراديشنال انفنتوري سيستم. اوكي طيب بنكون يعني هذه السؤال مش غلط انه دائما ولو ضيع شويه وقت على حتى انه نشرح السؤال بشكل مناسب. اذا الجواب عندنا ايه سوري ايه هذه طبعا انا هاي بجيبها وبقراها هون. اوكي عادي ما عندي مشكله. سؤال اثنين, materials requirement planning sometimes result in, لما نشتغل على material requirements planning يعني في تخطيط, يعني في انتاج, يعني في مواد خام مطلوبة. longer idle periods, هل المدة أطول؟ لا مش بالضرورة result in longer idle periods, يعني بمعنى انه في وقت ضياع وكذا. idle معناها ضائع ما له لزوم. less flexibility in responding to customers, اقل مرونه في التعامل مع الكاستمر. لا مش less flexibility, بالعكس هي flexible لانه متوقع قديش بده يكون عندنا كاستمر, لانه هذه توقعات كلها forecasting ودراسه للاوضاع الاقتصاديه والاوضاع المعيشيه وشو الكاستمر بده وشو كذا والكواليتي تبعتنا والمنافسين, امور كثيره. increase inventory carrying costs ال MRP, هل هي بتزيد ال carrying cost تبعت ال inventory, ال material requirement planning sometimes results in increase inventory carrying costs. بالمقارنه مع ال الجست ان تايم يعني اكيد بتزيد الانكريز انفنتوري كارينج كوست. تمام نشوف عندنا يعني سي مناسبه انها بتزيد الانفنتوري كوست مقارنه مع الجست ان تايم, لانه الجست ان تايم الانفنتوري كوست بتكون قليله جدا. انفنتوري كارينج كوست ديكريزد سيت اب كوست, طبعا السيت اب كوست دائما بتكون اقل شيء في الجست ان تايم, ولكن اذا بنعمل دراسه للمواد الخام التي نريد ان نحصل عليها ونشتريها من اجل تلبيه رغبات الكاستمرز بانتاج منتجات معينه بمواصفات معينه, فلا شك بان ذلك سيؤدي الى ايه؟ الى الديكريز سيت اب كوست. طبعا اكيد حيعمل زياده للمقارنه مع الـ مع الجست ان تايم في زياده في الكارينج كوست. اوكي طيب ديكريز سيت اب كوست, اذا بتقل السيت اب كوست بالمقارنه مع التريديشنال سيستم العادي. خلينا نشوف الجواب عندنا دي هذه دي. اذا لاحظ اللونجر ايدل بيريودز اكيد لا ما في لونجر, لانه في تخطيط ما في وقت طويل حتى تيجي البضاعة وكذا, لأنه في برضه في تخطيط للبضاعة بس مش زي الجست ان تايم, يعني شوية المدة أطول, الليد تايم أطول شوي لأنه في عندي كميات. less flexibility in responding to customers, أقل مرونة, لا في مرونة لأنه بنطلب أو بندرس شو بده الكاستمر, وبناء عليه بنشوف المنتجات اللي بدنا نطلعها, وبناء عليه بنشوف الماتيريال اللي بدنا احنا نستخدمها في الإنتاج. increase inventory carrying costs, ها تزيد, نعم تزيد,
تزيد، لكن مش زي التريديشنال انفنتوري سيستم، تزيد لكن مش زي التريديشنال. يعني بالتريديشنال انفنتوري كارينج كوست بتكون اكبر بكثير. اذا بتكون الانفنتوري كارينج كوست يعني على القدر، بس انكريز مقارنه مع الجاست ان تايم. اما مع التريديشنال انفنتوري سيستم لا، بتكون الانفنتوري كارينج كوست اقل شوي. اما ديكريز سيت اب كوست اكيد ليه، لانه يعني انه احنا لما بدنا نعمل دراسه وما هي الماتيريال، اوكي، وما هي نوعيات الماتيريال وما هي نوعيات المنتجات، اذا بنكون عارفين انه سيت اب كوست عندنا بدها تكون قليله. اذا الجواب عندنا دي، وخلينا نقرا الجواب اللي هو among the benefits of MRP are reduce idle time. هاي مش longer، اقل، reduce idle time، lower setup cost، هاي decrease setup cost، lower inventory carrying cost، هاي اذا lower inventory مش increase. طبعا مع مقارنه مع just in time increase، بس مع traditional inventory system lower inventory carrying costs and increase flexibility in responding to market changes. كمان في عندنا مرونة في التعامل مع طلبات السوق وحاجات السوق ورغبات الكاستمرز إلى آخر. أوكي؟ طيب، إذا الجواب عندنا لهكذا سؤال هو دي، سؤال اثنين، هذه دي. زي ما قلنا سيت اب كوست، شو هي سيت اب كوست؟ إنك تعمل باتشات أور باتشز، كل باتش بتعمل له سيت اب، معايره الات تزييت، الات اورينتيشن للموظفين، بتجيب الماتيريال، بتجهز هكذا الى اخره. فلما بتكون انت مخطط للمواد الخام، نوعيه المواد الخام كويسه وكذا، اكيد بيكون ايش؟ بيكون السيت اب كوست بتكون اقل في حاله الايش؟ الماتيريال ريكويرمنت بلاننج عنها بالتريديشنالي انفنتوري سيستمز. اوكي؟ بس دير بالك كمان السيت اب كوست في الجست ان تايم بتكون اقل، بس يمكن تكون اكثر تكرارها. سيت اب كوست بتكون اقل بالجست ان تايم لانه 5 حبات 10 حبات، بس التكرار كل مره بتطلع 5 حبات لناس مختلفين، لكاستمرز مختلفين، لا هون في انسجام. اذا ديكريز سيت اب كوست، نعم في ديكريز سيت اب كوست في هالسؤال هذا رقم 2. طيب لا requirements planning or materials requirements planning، هذا دي. سؤال 3، a company uses materials requirement planning MRP and manufacturers or manufactures product with following product structure tree. إذا الشركة تستخدم الماتيريال requirement planning في تخطيط للماتيريال، وتصنع a product with following product structure حسب التركيبة التالية. عندنا المنتج النهائي X بده sub unit A و B، وال B بدها sub unit D و E، وال A بدها sub unit C. The company has just received an order for 100 units of X. إذا إجا طلب بدهم الزبون أو الكاستمر بده 100 حبة من AX. The finished product، الإنتاج التام. The company يعني طبعا X of finished product يعني هاي ال X of finished product يعني الإنتاج التام يسلم للعميل. The company has 20 units of X، في عندي 20 units. طبعا أنا عندي حل عندي هون، أوكي، هاي الرسمة، هاي عندي 100 الأوردر، 100 of X needed but we have تمام 20 units in available or available بالانفنتوري، يعني عندنا 20 انفنتوري، بدهم 100 بس عندنا 20. اوكي؟ طيب. has 20 units of X, 100 units of B and 50 units of E. هيا. عندنا البي، عندنا هي شكل مثلث معناته مخازن، عندنا 100 اوف بي، وعندنا 50 اوف اي. هاي الاي، وين الاي؟ هاي الاي عندي 50،
هيها مثلث معناته inventory of E. طيب in inventory how many units of E must be a company or the company purchase in order to fill the order. قديش بدنا نشتري من E من أجل أن نلبي رغبة اللي هي to fill the order. طبعا مكتوب انه بدهم 100 انا عندي 20 معناته لازم انتج 80 تمام. طيب هاي 80 ال 80 الاكس بدها من بي 5 انا شايف الاي وين جاي تحت البي انا بتجه هذا الاتجاه اذا 80 في 5 قديش بدي من بي بدي 400 حبه ال 400 منهم 100 اذا بدي اشتري 300 او اصنع 300 اذا ال 300 قديش كل حبه من بي بدها من اي في 2 ب 600 اذا بدي 600 من اي حتى انجز المطلوب تبع بي وتبع اكس. البي منها الاي منها 50 رصيد بالمخازن اذا بدي قديش لازم اشتري 550 ذات ست هاي إذا بدي 550 من E إذا المطلوب عندي هون How many units of E must the company purchase in order to fill the order اللي هو الأوردر تبع 100 unit of X أوكي okay. إذا لازم يكون عندي أشتري 550 من D حتى ألبي الرغبة أو الإمكانية إنجاز فإجبت 550 وعندي 50 بالرصيد بدي 600 بلبوا هيا 600 على 2 بطلع 300 بدهم هم 300 وعندهم 100 بصير 400 ال 400 في 5 سوري 400 على 5 بطلع 80 ال 80 وعندك 20 هي 80 بتصنعهم وعندك 20 بصير 100 بتقول له يا كاستمر اهلا وسهلا تعال خذ بضاعتك. اذا هذا السؤال سؤال ثلاثة الجواب تبعه دي هذه دي. سؤال أربعة The manufacturing concept that relates demand forecasts to specific dates for completion is فكرة التصنيع التي لها علاقة بالديماند والتوقع تبع الديماند forecast للديماند يعني توقعات الديماند بدنا ندرس السوق ونشوف قديش الكاستمرز بدهم من البضاعة بتاعتنا المنتجات to specific dates for completion is بتاريخ محدد هل هي الماستر برودكشن سكجول يعني بدك تعمل جدول رئيسي للإنتاج وبناء على ذلك تحدد ما هي الكميات التي تريد أو تحتاجها لتلبية ذلك الإنتاج من الماتيريال ومن الليبر ومن كمان الفاريبل أوفرهيد ومن الفيكس أوفرهيد بدك تشوف جدول Material Requirement Planning هذه بتلبي رغبة الجدول Manufacturing Resource Planning تخطيط اللي هو مصادر الإنتاج اللي هي الماتيريال والليبر بالدايركت والإندايركت والفاريبل مانيفاكتشرنج أوفر هيد والفيكس مانيفاكتشرنج أوفر هيد والبيل أوف ماتيريالز إذا أفضل شيء الذي من خلاله نستطيع أن نتوقع قديش بدنا الكاستمر بدهم مننا إذا بدهم منتجات إذا ماستر برودكشن سكجول جدول الانتاج او الجدول الرئيسي للانتاج وبناء عليه بيطلع ماتيريال ريكويرمنت بلاننج وبناء عليه بيطلع مانيفاكتشرنج ريسورس بلاننج وبناء عليه بنتعامل مع البيل اوف ماتيريال اذا الاساس هو الماستر برودكشن سكجول وخلينا نشوف عندنا هون ذا ييرلي كوارترلي مونثلي بدك تعمل خطه على سنوي او ربع سنوي او شهري نمبرز and styles عدد و styles يعني نموذج design of finished goods called for in the demand forecast اذا الديماند فوركاست بقول بدهم مننا الكاستم متوقع نبيعهم مثلا مليون حبه بيبسي included in the operational plans must be turned into specific dates for completion اذا قديش بدنا ننتج بالشهر الاول والثاني والثالث البادجت طبعا حتيجينا بشابتر 11 في تحديد للأشهر أو للكوارترز specific dates for completion and availability for shipment to the customers
ومتى بتكون البضاعة جاهزة للبيع. This is the task of the master production schedule MPS اللي هو جدول الإنتاج الرئيسي. إذا السؤال عندنا جوابه A. سؤال 4. أوكي. سؤال 5. Which of the following is not a typical benefit of outsourcing arrangement؟ لما بنعمل outsourcing يعني بنجيب حدا يشتغل من برا أو بنودي شغلتنا تشتغل برا. يعني الاوتسورسينج شو معناته؟ مرات يعني واحد غني جدا ممكن يجيب جهاز لمستشفى هذا اسمه اوتسورسينج وياخذ منهم 50% من الغله بتاعت الجهاز يصير هذه اوتسورسينج. مرات ممكن نطلب من شركه بتشتغل شؤون موظفين نقول لها يلا اعملوا لها رواتبنا، رواتب الموظفين مش فاضيين لها الشغله او بدنا نوفر شويه فلوس. لانه ليش الموظفين بتلاقيهم قاعدين بالشركه تبعين شؤون الموظفين اخر 4-5 ايام بيشتغلوا والباقي قاعدين. اوكي؟ اذا ممكن نعمل هذا الشيء، اذا هذا is not a typical benefit، يعني اذا بنعمل outsourcing بنفقد شغله. نستفيد في شغلات بس بنفقد شغله. reduce cost نعم هذه benefit. هذه is مش is not. access to technology قلنا عندهم تكنولوجيا غير شكل متطور واجهزه احنا ما بنقدرش عليها. ما عندنا شو فلوس. الحمد لله. إذا نعم هذه مش is not هذه is. هذه benefit. avoidance of risk of obsolescence بدل ما اشتري جهاز ويصير متقادم عنده بعد سنتين يطلع جهاز بديل عنه وما استفيدش منه، لا يا عمي بخلي obsolescence تروح عند غيري. اللي هي اجهزتهم تصير اوبسليت، انا بستفيد منهم وقت ما تتغير الاجهزه بدهم هم يجيبوا اجهزه جديده، اذا هذه بينيفيت. avoidance of risk obsolescence. increase control over necessary function بنفقد السيطره على الوظيفه المعينه التي نقوم بالاوتسورسنج لها. يعني مرات احنا ما بنقدرش نتحكم بالشركه لما بتشتغل رواتبنا. ما نفقد السيطره. يعني مش كل السيطرة بس نفقد جزء من السيطرة. وجود سرية معلومات كمان نفقدها. تتسرب المعلومات. ما بتدريش، المهم انه increase control over necessary function والتسرب هذا نوع من انواع يخضع للكنترول. اذا increase control over necessary function is not a typical of benefit. يعني ما نقدرش نعمل كنترول زي ما بدنا. اذا الجواب عندنا دي. اوكي؟ outsourcing results in a loss of control over the outsource function. إذا الـ outsourcing تنتج عنها loss of control، نعم. over the outsourced function على الوظيفة اللي احنا بنجيبها من برا، زي شؤون الموظفين، زي الكمبيوتر، وطبعا. ما نقدر نسيطر لأنه صارت تحت يدهم. أوكي؟ إذا الجواب عندنا دي. Is not a benefit. سؤال 6. Which of the following is not a goal of materials requirements planning؟ ما هياش هدف للماتيريال ريكوايرمنتس بلاننج. الماتيريال ريكوايرمنتس بلاننج هي عبارة عن تخطيط المواد الخام التي يجب أن نأتي بها ونخزنها ونشتريها بأوقات محددة والكواليتي بتاعتها بناء على المنتجات اللي احنا مخططينها بناء على دراسة السوق، يعني من هالنوع هذا. إذا is not right part. نعم لا هذه is a goal. الماتيريال ريكويرمنت بلاننج بتحدد ما هي القطعه اللي بدك اياها. right quantity ما هي الكميه؟ نعم بتحدد ما هي الكميه اللي بدك اياها. right customer لا يا عمي شو الكاستمر دخل؟ احنا من نصنع ومنبيع. right customer اهلا وسهلا اي كاستمر بيجي، ما في عندي محدد كاستمر. right time نعم بالوقت المحدد تاتي البضاعه ونصنع البضاعه ونسلم البضاعه. اوكي؟ اذا الجواب C is not a goal of material requirements planning. The three basic goals of MRP are the right part هيا، right quantity هيا، and right time هيا. اذا ثلاث اهداف اساسيه ورئيسيه للتعامل مع الـ MRP. Material Requirements Planning.
إذا بليز ما تنساها. سؤال 6 جوابه سي نوت سي رايت كاستمر. سؤال 7 One reason to outsource is so a firm can focus on its. هلا أنا لما بعمل outsource ليش أنا بعمل outsource؟ بدي أريح راسي من أمور بعتبرها ما لها علاقة بشغل الرئيسي بالبزنس، الكور بزنس بيسموها الكور بزنس. يعني مصنع البيبسي ضروري يعني يصنع العلبة، بيجيب علبة حدا يصنع له إياها، بيركز المصنع البيبسي على الماتيريال، على الخلطة، على المادة، على الطعم، على اللون، على النقاء. أما علبة البيبسي بصنعهاش بالسعودية، ما بصنعوهاش، بصنعهم somebody else. حتى هون بالأردن ما بصنعوهاش، كل الأماكن ما بصنعوهاش مصانع البيبسي، بيركزوا على الخلطة، على الماتيريال، على الكور بزنس تبعهم اللي بده ينشرب مش العلبة. أوكي، إذا بفوكس on its customers. الأوتسورس is so a firm can focus on its customers، يعني الشركة بدها تركز على الكاستمرز، suppliers and differentiated activities core competencies. هاي الكور بزنس. الكور بزنس الناس لما بتشرب البيبسي بتقارنه مع الكوكاكولا أو مع السيفن أب أو مع مشروب آخر من المشروبات الغازية. إذا الناس بتطلع على الكور كومبيتنسي، فإذا أنت عندك طعم كويس بعمل لك تنافس على حساب غيرك، يعني بسموها أدفانتج على غيرك. إذا هاي بسموها كور كومبيتنسيز، يعني ليش انت بتنافس؟ ما بتنافسش على العلبه، صح العلبه فيها مواصفات حدا بصنع لك اياها مش ضروري. او شو الموظفين، انت بدك هلا تصرف الرواتب بلشان قضيت والله عندك مدير شؤون الموظفين جاي خريج مش عارف اي دوله ولا معه سي ام اي ولا ما محوش ولا هذه، لا خلي شركه متخصصه بهالامور هاي وريح راسك، ركز على الشغلات اللي هي اولى واهم، اللي هي المنتج الرئيسي تبعك اللي هي الكور كومبيتنسز، التركيز يتم عليها. الجواب عندنا دي، يعني دائما انا firms may gain competitive advantage، منافع تنافسيه by outsourcing those activities، بينهم يجيبوا خدمات من برا which can be performed more efficiently، بناس متخصصين في الاي تي، متخصصين في شؤون الموظفين، متخصصين في صناعه العلب، and thus at lower cost، وتكاليفهم اقل لانهم عندهم economy of scale، يعني بمعنى بينتجوا كميات ضخمه وبالتالي بيطلعوا عليك تكاليف اقل. by outside providers doing this allows the company to expend its effort on those activities، اذا انك لما بتجيب خدماتك من برا اللي هي مش كثير رئيسيه بتخليك تركز على الاكتيفيتيز which it performs comparatively well، التي تركز على الاكتيفيتي بشكل مناسب، referred to as a core or its core competencies. core competencies اللي هي الجواب دي، اللي هي التنافس الرئيسي وين تركيز الواحد. طيب اذا الجواب عندنا دي. سؤال 8 The following MRP material requirements planning diagram describes the assembly of finished good A. إذا هذا الدياجرام بيحكي عن A، المنتج A. طبعا المنتج هيو A بيعطينا B، مش بيعطينا B، المنتج A باخذ B وبياخذ C، يعني sub units، وهذه C بتاخذ D و E. طبعا A بياخذ حبة واحدة من B وبياخذ حبتين من C حتى يصير عندنا نهائي A، وC بتاخذ حبة من D وثلاث حبة من E. واضحة؟ قبل شوي حلينا عليها سؤال. The current inventory levels are shown below. هلا الـ A زيرو، هاي الـ A المثلث زيرو، ما في رصيد، مثلث يعني مخزون أو inventory. البي 50، هاي البي في منها 50 مخزون، السي 60، هاي السي في منها 60 مخزون، المثلث يعني مخزون، والدي 100، الدي
100 مخزون، والاي 120، هي الاي 120 مخزون. If the company has just received an order of 500، هيها 500 units، بدهم الزباين او الزبون بده 500 حبه of A. How many units of E must the company purchase؟ قديش لازم يشتروا من E؟ نفس القصة زي ما عملنا قبل شوي بالسؤال السابق. 500. قديش بدها من هون؟ هاي في 2. هاي 500 في 2 بدها 1000. قديش عندك رصيد؟ 60. إذا قديش بدك تشتري أو تصنع؟ نشتري أو نصنع ما مشكلة. 1000 ناقص 60. 940 هاي الحبة من هاي بدها 3 حبات، بضرب 940 في 3، هاي 940 في 3 تساوي 2820. إذا بدي 2820 حتى أنتج الكمية تبعت اللي هي الألف حبة من سي، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مخزون في 60، يعني اللي هي 940 زائد 60. هلا احنا الهدف تبعنا انه بدي 2820 حتى اتمم الطلبيه اللي هي ريكويرد لسي، ثم ريكويرد لاي لاي. نعم. اذا قديش 2820؟ قديش عندي رصيد؟ 120، بشيل ال 120 ناقص 2820 ناقص 120 بيطلع 2700. اذا 2700 لازم اني اشتري حتى اقوم واتمم الطلبيه وتطلع مع الطلبيه تبعت ال 500. بس نقطه، شغله سهله. خذ حط المخازن، خذ باعتبار المخازن، والمطلوب تطرح منه المخازن بصير الناقص عندك وبتضرب، وهكذا. يعني شغله مش صعبه. اذا الجواب عندنا 2700. هاي شوف 500 هون ما في رصيد، اذا 500 في 2 هاي 1000. 500 في 2 1000. قديش عندك؟ 60. 1000 ناقص 60 بدي 940. 940 معناته شو؟ هاي 940، كل حبه بدها 3 حبات، هي 3. 940 في 3 2820. قديش عندك منها؟ 120. اذا قديش لازم تجيب؟ 2700 تشتري. وبعد ما تشتري هذول بتركب هاي مع هاي، بيطلع سي، وبعدين السي مع البي بيطلع الاي، وهكذا. طيب اذا الجواب عندنا دي. سؤال 8. سؤال 9. A manufacturer needs to produce 100 أوريس in November. مصنع يحتاج لإنجاز أو إنتاج 100 إكليل بشهر نوفمبر to meet customer demand، لتلبية رغبات الزبائن. The manufacturing facility اللي هي التسهيلات الموجودة بالمصنع has the capacity to، يعني بمعنى الوسائل الصناعية لديها القدرة انها تنتج 120 اوريس اللي هو 120 اكليل. اكليل اكيد زهور، ورد وصنوبر، سمي ما بدك. The bill of material for اوريس is as follow. مكونات البيل اوف ماتيريال يعني شو؟ يعني فاتورة المكونات الماتيريال. شو بده المنتج هذا؟ شو بده؟ بده فريم واحد، عندهم بالشركة 100 واحد انفنتوري، بدهم بن، هذا الكليل بده باين اور باين ريبون، شريط الصنوبر، شريط بده 3 فيت منه، عندهم 15 فيت هيا بالمخزن. بده باين كونز، مخروط صنوبري، هاي شايفه شكله، بده 6، عندهم 24. تمام. طيب to produce 1 foot of باين روبن، لإنجاز قدم واحد من باين روبن، وينه الباين روبن هذا؟ The manufacturer needs 4 units of TRX، حطيناه هون 1 foot of باين روبن اللي هو شريط الصنوبر، بده 4 units of TRX، هي 4 units of TRX and 2 units of RBX and 2 units of RBX حتى يطلعوا ايش اللي هو 1 foot of باين روبن.
On November 1, the manufacturer has 80 units of TRX. عندهم من TRX بواحد نوفمبر رصيد inventory 80 units. And 110 units of RBX. And 110 units of RBX. هاي 110. طبعا هون بده حبتين هون بده اربع حبات. Using material requirements planning شو يعني المنتج يتطلب من الماتيريال. How many units of TRX will the manufacturer كمية ال units of TRX will the manufacturer هاي هي TRX need to purchase in November to complete the orders for وريث. إذا بدنا نشوف ال 100 وريث هذولا قديش بدهم من الشريط هذا تبع بن روب ريبون، والبن ريبون قديش بده من اللي هو ال 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 تي ار اكس. اذا هي عندي 100 وريث مطلوب هيو تمام، عندي من الباين روبن 15 فيت رصيد، اذا ال 100 بده كل وحده بدها 3 فيت، هيها 3 فيت الماتيريال كوانتيتي 3 فيت من هذا النوع. 100 في 3 في 300 رصيدنا موجود 15 فيت، اذا قديش بدنا 285. ال 285 هذول كل وحده من هذه بدها اربعه من هذه من التي ار اكس المطلوبه، اذا 285 ضرب 4 بيطلع 1140، اضرب عادي هاي في هاي بيطلع هاي، إذا بحاجة ل 1140 تي ار اكس، قديش عندي رصيد؟ هيها 80 يونتس اوف تي ار اكس، إذا قديش أنا لازم أشتري 1060؟ هي علامة استفهام هون. من التي ار اكس، 1060 من التي ار اكس. إذا الجواب بي، ما بدي أحسبه ولا بدي أقراي. How many units of TRX will be manufactured? Will the manufacturer need to purchase in November to complete the orders for Wreath حتى يكمل الطلبية؟ إذا بده 1060 هي. أوكي؟ طيب إذا الجواب عندنا بي، لهكذا سؤال 9. سؤال 10. An advantage of an enterprise resource planning تخطيط مصادر الإنتاج للشركة system is that it can usually be installed by organizations of all sizes. It can usually be installed by organization of all sizes. والله ما له معنى. Advantage of enterprise resource planning system is that the system can be easily customized to suit يناسب the unique needs of organization. ممكن تلاعب فيه customize يعني تلاعب فيه بالكمبيوتر جوا بالبرمجة، يعني مش تلاعب بمعنى تلاعب، التعديل والتطوير. طيب يعني اوكي، يعني كلهن يعني مش غلط كثير، وانما انه ايهما الانسب. يعني اكيد الاس انتربرايز ريسورس بلاننج الاي ار بي هذا اسمه، ممكن تنزله. ات كان بي انستولد باي يوجوالي، ات كان يوجوالي بي انستولد باي اورجانيزيشن اوف اول سايزز. لا يعني الاورجانيزيشن اوف اول سايزز يمكن تعمل مشكله، لانه في شركات صغيره وفي شركات كبيره بينفع معها نوع معين من الاي ار بي، بينفع معها زي مثلا اوراكل فاينانس في باتش 3 في بيتش 3 في كويك بوكس في كذا، هذه كلها تعتبر انظمه اي ار بي تربط كل انشطه الشركه مع بعضها البعض، شؤون الموظفين والماليه والتسويق والمبيعات والانفنتوري والمشتريات كله بيرمي معلومات في المحاسب، بيعمل قيود محاسبيه واي معلومه بدك اياها لانك لانه كله انتجريتد، بسموها انتجريتد سيستم. اذا يعني مش مناسبه. ذا سيستم كان بي ايزلي كاستمايز، كان بي ايزلي كاستمايز تو سوت ذا يونيك نيدز اوف اورجنايزيشن، لحاجات
منطقي والله منطقي. خلينا نشوف غيره. يعني نعم احنا كنا نعمل التطوير بالشركات انه فعلا نجيب نظام ما فيهوش في جزئية زيادة او في جزئية معقدة او في جزئية سهلة او في جزئية ما فيهاش عمق وكذا، يتم تطويرها. مبرمج هندي كان معانا واحنا من المالية وكذا، كانت تتم هذا الامور. خلينا نشوف the comprehensiveness of the system reduces resistance to change. شمولية النظام يقلل المعارضة، يعني بيخلي الناس تحبه. لا بالعكس، الناس ما بتحبوش. أنا كنت أشوف كانوا مقهورين منه الناس. أوكي، يعني بيحبوش دائما بشكل عام الموظفين وكذا، بيحبوش دائما التطوير في هكذا أمور، بيعتبروها صعبة وتغيير الوضع الحالي وكذا. إلا الأمور هاي بتعمل إشكالية. Its implementation improve business process. يعني هذه نزعتها في all sizes، وهذه unique needs of organization. منطقي يعني، بصراحة بقدرش أقول عنها غلط، لكن هذه أكثر دقة. Its implementation improve business processes. يعني تطبيق هكذا نظام بيخلك تتدخل في كل العمليات الصناعية في الشركة، والخدماتية والإجرائية والتخزينية والمشتريات وترتيب الموظفين، ترتيب بدك فارس حسابات، وبدك فارس دائما شل الإدارات، ودائما شل أنواع التكاليف. قصص عشنا هالحالات هذه. طورنا أوراكل فاينانس، أنا واحد هندي، أنا طبعا على المالية واحد هندي، وبالتالي أخذت تقريبا أولموست سنة. كم ليها حضرنا تطوير، شاركنا بالتطوير، كنت أنا مسؤول عن الإدارة تبعت عكاظ، والبي اي اس بزنس انفورميشن سيستم جابتنا نظام اسمه بان سيستم، تشتغل عليه حتى بوينغ قد ما هو معقد وكبير. القصد انه لدينا افكار بهذا الموضوع. نعم كنا بكل شيء نتدخل وكل شيء نطور فيه وكل شيء نعدل فيه. اذا الجواب دي اللي هو المناسب. ادفانتج مش غلط نقراها. An enterprise resource planning بيسموها ERP system allows the company to determine what hiring decision might need to be made or whether a company should invest in a new capital asset. هل بدك تجيب برنامج يمكن حقه مليون؟ اوكي، what hiring، نوع الموظفين بدهم يقبلوا، لانه احتمال موظفين مش qualified، بدك تفنش موظفين ويجيب موظفين جدد. It also improves productivity، بزيد الإنتاجية، increase efficiency، الكفاءة والكفاية بالأداء وتوفير التكاليف، توفير الوقت الضائع، توفير material scraps إلى آخره، decreases cost، الإقلال من التكاليف وتخفيض التكاليف، and streamlines process، تنسجم العملية الصناعية كلها مع بعضها البعض. يعني هذا عبارة عن تفصيل جديد يضطر المؤسسة إلى أن تعمل تعديلات في أدائها وفي مستنداتها وفي أوراقها وفي البزنس سايكل استبعدتها إلى آخره. أنا بحكي من وسع لأني أنا مريت بهكذا تجربة أو تجارب، مش تجربة، تجربتين، واحدة في جريدة عكاظ وواحدة في جريدة الوطن السعودي، ثنتين سعوديات. إذا الجواب عندنا دي 10. سؤال 11 Enterprise Resource Planning System Integrate. هلا بقينا نحكي فيه. Integrate شو؟ كل الإدارات مع بعضها البعض، الموظفين والمخازن والمشتريات والمبيعات والتكاليف والمالية كله الإدارة العامة. Integrate financial and non-financial information from an organization business process. كل الفاينانشال والنفاينانشال from an organization business processes. اوكي، بلكي منطقي، بس بنشوف منطقي. Integrate financial and non-financial، كل المعلومات المالية والغير مالية. Financial information among different organizations only. لا مش بس different organization، وداخل الorganization واللي هنا خربت الدنيا. Financial and human resource system only، بس المالية وشؤون الموظفين والباقي والمخازن والمشتريات والمبيعات والتكاليف لا سيلة.
financial and non-financial information from an organization accounting process. أشوف from an organization business process. إذا أنا مع إيه؟ لأنه الأكاونتينج بروسيس لحالها مش كفاية. في أمور أخرى اللي هي البزنس بروسيس. يعني الانتجريتد ريبورت الإي آر بي لها علاقة بكل أنشطة الشركة المحاسبية والمالية وغير المحاسبية وشؤون الموظفين، يعني ما يترتب عنه من قيود محاسبية وما لا يترتب عنه من قيود محاسبية. سجل كامل متكامل. فأنا أميل للأي مش للس، يعني هي بي وسي غلط، أميل للأي مش للدي لأنه دي نزعوها بالأي بالأكاونتينج بروسيسز. إذا إيه؟ لأنه البزنس بروسيسز تشمل أكاونتينج وغير الأكاونتينج. إذا الجواب عندنا إيه؟ نشوف الجواب هذه إيه؟ خلينا نقرأ لأنه الموضوع هذا يعتبر جديد خاصة على الشباب الجدد. مش غلط يفهموا شيء زيادة عما هو حكينا. ERP is a software platform design. إذا هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن software، أكيد هو عبارة عن شيء برنامج application platform، محطة منصة، يعني كله بيشترك عليها، الكل بصير يشوف حاله فيها، الكل بصير يتداخل معها حسب الأثورايزيشن والجوب ديسكريبشنز وكذا. To integrate enterprise-wide information system، كل الأنظمة تبعت الشركة بشكل واسع. By creating one database link to all of the organization applications، إذا في لينك واحد بمعنى في database واحدة كل بفوت عليها applications and subsystems، الأنظمة الرئيسية والأنظمة الفرعية، نظام المخازن subsystem، نظام مثلا المخازن في نوعية من أنواع الورق كمان سب سيستم، نظام المشتريات، أنواع المشتريات كله ياتوا to share data لمشاركة البيانات and coordinate their activities، مشاركة الأنشطة وتنسيق بينها. ERP is used to plan and maintain records of resources including finance، المالية، labor، capabilities، قدرات الموظفين وعملهم وساعاتهم وأجورهم ومواصفاتهم وخدماتهم وخبراتهم، and capacity للماتيريال، للبشر، للآلات، للطاقة الإنتاجية، لكذا، materials and property، المواد الخام، وكذلك اللي هي العقار، العقار بمعنى الملكيات، كله، الآلات كله موجود، depreciation بعمل ديبريشيشن على السيستم نفسه، تدخل كل الآلات بسيريال كود وكذا بصير لها ديبريشيشن وسجل معين، وقصص طويلة بهكذا موضوع مرينا في هكذا تجارب لما كنا نشتغل بالماليات في الشركات والسعودية. اوكي، إذا الجواب عندنا إيه لسؤال 11. سؤال 12، In a traditional ERP system اللي هو Enterprise Resource Planning التقليدي، the receipt of customer order may result in، لما بيجي طلب أو أمر من الكاستمر، result in customer tracking of the order progress، يعني الكاستمر بيعمل tracking للأوردر؟ لا. Automatic replenishment of inventory by supplier، تلقائيا السبلاير عم بيعوض مجرد ما يجي طلب الكاستمر؟ لا، هي لما تنقص بالمخازن تلقائيا السيستم بيودي رساله الكترونيه للسبلاير ويعوض. Hiring or reassessing reassigning of employees، نعم لما بيجي الكاستمر بده طلبيه فورا نعلن حاله الطوارئ، اذا كانت الطلبيه ضخمه بنقول والله بدها موظفين، يلا تعالوا بنعلن اعلان تعالوا اشتغلوا لنا هالشغله المعينة. Automatic adjustments of output schedules، إذا كمان الطلبات قديش احنا كنا بدنا نطلع وقديش هلا بدنا نطلع، فجدول التصنيع البرودكشن ام بي اس بيسموه مانيفاكتشرنج بروسيس سيستم او سكجول، سوري سكجول ام بي اس مانيفاكتشرنج برودكشن او بروسيس سكجول او هيك شيء، بغض النظر انه الجدول هو كان عليه اول سؤال بالمادة. إذا هذه هي جداول التصنيع، يعني بدنا كمان ندخل فيها لأنه صارت عندي طلبية جديدة
بدنا نعمل تعديلات، وطاقة إنتاجية عندي معدودة قد لا تكون محدودة كذا إلى آخره. المهم كل الأمور هاي. إذا هذه وهذول مهمات، هذول لا مش مهمات. إذا هذه وهذه اللي هي قل لي سي أند اللي هي 3 و4 قل لي هايرنج، بدك تعمل هايرنج وتعمل تعديل للأوتبوت سكجولز تلقائيا. لما بدك تدخل البيانات في الكمبيوتر في السيستم، السيستم بيصير يعمل تعديل للأوتبوت، وبصير الأوتبوت بنفترض انه مطلعين ما بدنا نطلع 100,000 ولا بدنا نطلع كمان 500,000، بصير تعديلات وشو الماتيريال وشو بدنا نجيب. العملية كلها هذه اوتوميتد طبعا، كلها محسوبة من خلال السيستم. هذه الجزئية أنا بصراحة حتى لو أنها كبيرة بدي أقراها، لأنه صراحة هذا الموضوع يعني قليل ما بنطرح، وأنا بطرحه لأني أنا يعني بديش أدعب أنا إنه أنا أعرف هذا الأمر وعشته لسنوات. أوكي؟ The traditional ERP system is one in which subsystems share data and coordinate their activities. إذا أي شيء اسمه subsystem الباد سيستم، اوراكل فاينانس، في سب سيستم اللي هو الماليه، شؤون الموظفين، هذه سب سيستم، والمخازن والمشتريات ومش عارف شو. Thus if sales receives an order، اذا قسم المبيعات استلم امر شراء، it can quickly verify that inventory is sufficient، تتاكد بسرعه من خلال الكمبيوتر والاوتوميشن الموجود في داخل الشركه من خلال نظام الاي ار بي انه في عندنا بضاعه كفايه ولا لا. sufficient to notify shipping to process the order، اذا في كفايه يلا يا جماعه اشحنوا للشيبنج ديبارتمنت. otherwise production is notified، اذا ما في يلا يا انتاج اشتغل. to manufacture more of the product، حتى تنتج كميات اكبر. which or with a consequent automatic adjustments of output schedule، اذا بمعنى شو consequent؟ يعني بشكل متتالي السيستم نفسه بيعمل تعديل على الجدول تبع ايش؟ اللي هو البرودكشن اور اوتبوت سكجول. if material are inadequate، اذا كانت المواد الخام مش كافيه فورا بيطلع امر شراء. for this purpose the system will issue a purchase order automatically. If more labor is needed، بنستأجروا عمال. Human resources will be instructed، يعني يعطى تعليمات قسم شؤون الموظفين. To reassign، يعيد تعيين موظفين or hire، يستأجر employees. However the subsystems in a traditional ERP system are internal to the organization. هلا السيستم هيو التريديشنال اي ار بي بصير سب سيستم انترنال، يعني قسم المشتريات له سب سيستم، المخازن سب سيستم، التكاليف الماليه، المبيعات، شؤون الموظفين. اوكي؟ hence they are often called back office functions. طبعا هذول باك اوفيس فانكشنز، يعني ما اللي بيجي الزبون ما بيشوفه، كلهم بيشتغلوا ورا. زي اللي بفوت على البنك بلاقي التيلر، بس التيلر بيشتغل شغلات بعدين بتتم جوا ما بيشوفه انت يا كاستمر. اذا هذول بيسموهم باك اوفيس فانكشنز اور امبلويز. ذا انفورميشن برودوس از برينسيبالي بات نوت اكسكلوسيفلي، البيانات التي تنتج هي بشكل رئيسي ولكن ليس على سبيل الحصر، انتندد فور انترنال يوز اوف باي ذا اورجنايزيشن مانجر، اذا البيانات ستتم إنتاجها بداخل الشركة للاستخدام من قبل المدراء. مدير شؤون الموظفين بصير عنده علم بدهم عدد موظفين، مدير شؤون المشتريات بقول لك يلا بدنا نشتري، مدير شؤون المبيعات بقول لك يلا اعملوا شيبين، مدير كذا إلى آخره، مدير المخازن بقول لك يلا جهزوا حالكم، مدير المالي بقول لك أوكي جتنا مبالغ معينة، بيعة معينة، وطبر مدير المحاسبة بده يسجل قيود محاسبة، أو طبعا القيود already تعمل automated، يسموها automated. طيب إذا كله بيتم internally by managers. The current generation ERP software ERP2، يعني هذا الجيل الثاني الحالي مش زي التراديشنال القديم. طبعا هذا انطرح في chapter
8 و9 بالبارت الاول انطرح، ارجعوا له. انا شرحته بشكل ممل، بشكل مفصل وواضح ومتعب ومزعج كان لي، لاني اعطيته حقه. هاز ادد فرونت اوفيس فانكشنز، اذا اعطى وظائف للفرونت اوفيس. كونسيكوينتلي اي ار بي، يعني هذا الكرنت الاي ار بي، هذا الاي ار بي العادي وهذا الاي ار بي الجديد الكرنت، هذا التريديشنال القديم وهذا الجديد. اي ار بي 2 بات نوت تريديشنال اي ار بي از كابابل اوف كاستمر تراكينج. الاي ار بي 2 الجديد هذا يستطيع ان يتابع الكاستمر تراكينج اوف ذا اوردر بروجريس، لكن لاحظ السؤال وين بيحكي عن التريديشنال، اذا ما تلخبط. هذا بيحكي انه عن القديم والجديد. الجديد بقول نعم يستطيع ان يعمل تراكينج لا الكاستمر اوف ذا اوردر بروجريس اند اوتوماتيك ريبلينشمنت اوف انفنتوري. يعني لازم في ناس تقول وين صار امر فلان، شو صار فيه، وتابعوا لنا اياه، بدناش يزعل، ديروا بالكم على الوقت اون تايم ديليفري والكواليتي. في ناس بدهم يتابعوا، هذول اللي بسموهم ايش، اللي هم بسموهم فرونت اوفيس فانكشنز، وبيجي الكاستمر يمكن يتابع ويتصل ويتواصل الكترونيا الى اخره. اوكي، اذا الجواب زي ما اتفقنا اللي هو على التريديشنال، هذه وهذه هايرنج، تستاجر او تعيد توظيف ناس مشيتهم، وكمان اوتوماتيك ادجستمنتس اوف اوتبوت سكيدجولز اللي هو تعديل جدول الانتاج. اذا الجواب عندنا سي لسؤال 12. 13 primary advantage of an ERP system is، الهدف الرئيسي لل ERP enterprise resource planning system is program data dependence، يعني اعتماد على البيانات مبرمجة وكذا. data redundancy، data redundancy لا ما بتنفع، بدك تعملها mining، مرت علينا بالبارت الاول. separate data updating for different functions، بدك تتعامل مع الداتا ابديتنج، شو الموظفين لحال، شو استفدنا، معناته الاي ار بي ما نفع معنا. سنتراليزيشن اوف داتا، لابد ما تكون البيانات مركزيه والكل يفوت عليها بصلاحيات اثورايزيشن، وفي ديليجيشن، الكلمات هذه رنانه بتمر معانا في البارت الاول بشابتر 12 و13. اذا لابد من سنتراليزيشن اوف داتا، اذا هذا هو الرئيسي. يمكن هذول تكونوا مش رئيسي فرعي. اوكي، اكيد في بيانات بس مش لازم تكون ريدندنسي، اكيد في بيانات كثيره. بس الريدندنسي تعني انه احنا لازم نعملها مايننج، بمعنى لازم ننقحها، نصفيها، ننقيها. زي اللي بيعمل مايننج للمنجم بيطلع منه الذهب وبرمي التراب والحجار. هنا نفس الشيء، اذا في ريدندنسي، هي ممكن تكون في ريدندنسي شؤون موظفين وشؤون عامل شؤون مالية وشؤون، ما أنا عشت الأحداث، شؤون مشتريات وشؤون قصة. أوكي، إذا البرايمري يعني هذولا كلهم ممكن تمشي الأمور على أساس أنهم يعني أهو مش برايمري أدفانتج، لكن سنتراليزيشن أوف داتا هي البرايمري أدفانتج. وخلينا نقرأ هذه الجزئية. الجواب: An advantage of ERP system is the elimination of data redundancy. نعم، بدك تتخلص من الداتا ريدندنسي. هي بتصير بس بدك تتخلص منها، او بصير تضارب انه في عندك زمان كانت اداره شؤون الموظفين لحال، اداره الماليه لحال، اداره كذا، الارقام نفسها موجوده، الاسماء نفسها موجوده. اذا في ريدندنسي، اذا بدك توحد الارقام وتوحد الاسماء وتوحد المسميات وتوحد ارقام الحسابات وتوحد كذا. اذا بصير داتا ريدندنسي، بنخلص منها. Through the use of central database، هذه هي central database. In principle information about، يعني بمعنى الكاستمر بيكون له رقم واحد واسم واحد وتليفون واحد وكذا، موجود بالماستر داتا، والسبلاير موجود بالماستر داتا، وانواع السبلايرز وطبقات السبلايرز الى اخره. اذا هذا معناته توحيد بيانات، يا لابد من المركزيه في التعامل مع هكذا امر. In principle information about an item of data is stored once، توضع البيانات مرة واحدة.
and all functions have access to it. نعم بدخلوا عليها وبشوفوها وبستدعوا بدهم اياها. طبعا خبراء البرمجه موجودين، المبرمجين موجودين حواليهم. When the item اذا في اي خلل such as a price is updated بده يعمل updating للكل. The change is effectively made for all functions. كل واحد بده يشوف السعر نفسه، مش المشتريات يشوف سعر والمبيعات يشوف سعر والمخازن يشوف سعر، لازم يكون updating، مش زي كان قبل ما يدخلوا centralization of data او ال ERP system. Okay. The result is reliability data integrity. Reliability مصداقية وداتا انتجريتي نزاهة البيانات بسموها. إذا بالـ ERP بصير في نزاهة بيانات ومصداقية للمعلومات. إذا الجواب عندنا D. هذه D. سؤال 14. An enterprise wide resource planning. الشركة كلها system integrates the organization computerized system, subsystems and may also provide links to external parties. إذا يتم إيصال كل الأجهزة مع بعضها البعض مع البيانات المركزية، وكمان في عندنا links لل external parties، يمكن supplier يفوت، يمكن customer يفوت، يمكن جهات رسمية رقابية تفوت. An advantage of ERP is that. إذا ما هي فائدة ال ERP؟ The re-engineering needed for its implementation should improve business process. في re-engineering is needed. Okay, ماشي كلام مظبوط مليح. Of its implementation التنفيذ هذا لل ERP to improve business حتى تحسين عملية البزنس سواء كانت خدمات ولا صناعة ولا whatever. Customization of software to suit the unique needs of organization will facilitate upgrades. إذا التعامل مع السوفت وير يسموه كاستمايزيشن، يعني بمعنى تطوير، شيل شغلات تحط شغلات، يعني هيك شيء المبرمجين بيقدروا على هاي الامور. ويل فاسيليتيت ابجريدز، راح يسهل عمليه الابجريدنج للسيستم، لانه كل ما طلعت معلومات جديده وبيانات جديده ونسخ جديده وكذا بيعملوا ابجريدنج. يمكن الكستمايزيشن انا بقول ما يعملش ابجريدنج، لانه بيسهلش الابجريدنج، لانه الابلكيشن اللي بدك تعمله ابجريدنج لازم يكون نفس النسخه تبعت المصنع، فيمكن هذه ما تجيش. It can be installed by organization of all sizes. نفس الشيء تكرر هذا السؤال قبل شوي. ما اعتقد انه مناسب كل الاول سايزز بينزلوا نفس البرنامج. The comprehensive of the system reduces as resistance to change. شمولية النظام يقلل رفض التغيير. لا في رفض للتغيير، سواء شامل ولا غير شامل. أنا كنت أعيش هذه اللحظة. كانوا يغدوا بالدورة يقول لك بنطلع نشرب شاي، ما حد يقدر يحكي معهم. إيش هذا اللي جبتوا لنا إياه؟ إيش هذا البلو؟ إيش المش عارف؟ بدكم تزيدوا الرواتب ولا لا؟ طيب. إذا هاي كلها اعتراضات. إذا أنا برأيي إنه the engineering re-engineering needed for its implementation should improve. ما في غير إيه. أنا برأيي ما في غير إيه. لابد ما تعمل re-engineering لكل العمليات، مش قلنا قبل شوية بالشركة لازم تعمل تطوير وتعديل في كل أنشطة الشركة. وتقلل من التكاليف وتقلل وتزيد الإفشنسي وتقلل من السكراب وتقلل من كذا وتراقب على العمال وتراقب على الموظفين، ويعني كله يعني بصير كله بيشوف بعضه البعض، كله يعني بمعنى مرتبط بعضه مع بعض. اذا انا برايي الجواب عندنا A. يعني هاي غلط وهاي غلط وهاي غلط، بسبب انها ستمنع الابجريدنج الكستمايزيشن، ستمنع اكيد 100%. بدك تعمل كاستمايزيشن قطعت عن الاصل، الاصل ما يقدر يعمل لك ابجريد لانه خلص لعبت فيه. اوكي؟ اذا الجواب عندنا ايه؟ هذه. خلينا نقرا. The benefits of ERP may significantly derive from the business process re-engineering. اذا منافع الـ ERP may significantly derive from the business
كيف بدك تشتق الاي ار بي؟ بدك تقرا البزنس وحاله البزنس وتدرس البزنس وتاخذ البزنس سايكل. ويا ما كانوا ناس جماعه البرنامج يجوا يقعدوا مع الناس اللي عندنا بالشركه بكل الادارات المختلفه ويدرسوا دورات البزنس سايكل، شو بدك شو ما بدك، شو بتتمنى شو كذا. اوكي، ذات از نيدد فور ذا امبلمنتيشن. اذا لابد ما تعمل تطوير في في الشغل تبعك ليتلائم ويتواءم مع اللي هو الاي ار بي البرنامج. Using ERP software that reflects the best practice forces the linked subunit in the organization not only to redesign and improve their process but also to conform to one standard. إذا التعامل مع الـ ERP يعكس أنه أفضل تطبيق أنك أنت تتعامل مع الشركة والسبيونت. شو معناها السبيونت؟ السبيونت اللي هي قسم شؤون الموظفين تدرسهم، قسم شؤون المشتريات، المخازن، مش كل هذا سبيونت. In the organization not only to redesign and improve their process but also to conform with the standard. مش بس لتطوير ما يتم عندهم وإنما للتأكد من أن ما يحدث عندهم يتطابق مع ما هو في السيستم، يتطابق مع ما هو في السيستم. إذا ما في، إذا في عدم تطابق بدك تعمل تطوير لا ما في الشركة. إذا التطوير تبع ما في الشركة يفرض نفسه على السيستم بدك تعمل شو اسمه كاستمايزيشن. إذا بدك تعمل كاستمايزيشن بدك تنسى الأبجريدنج. إذا مشتري البرنامج وبقول لك بنضل معك حتى الجيل الوطيبر حتى العشر سنين، بدك تنسى الكاستم، بدك تنسى الأبجريدنج. الأمور هذه كلها تفرض علينا أنه نعم نختار ري انجينيرينج. لابد ما تعمل إعادة هيكلة، إعادة تمحور لكل الموظفين، للمسميات، للجوب ديسكريبشن، للبزنس سايكلز كذا، ومن ثم تعمل implementation should improve. وبالتالي لابد من تحسين لأنه في خبراء بيجوا مع البرنامج يمكن يساعدوك كثير بتطوير ذلك تلك العمليات في داخل اللي هي business process داخل الشركة. أوكي، إذا الجواب عندنا إيه لسؤال 14. سؤال 15. Enterprise resource planning belongs to which of the following categories of IT؟ الـ ERP بخضع لأي من، طبعا الـ IT مشروح عندنا بالبارت الأول بالشابتر أعتقد 15 و16. إذا ينتمي الـ ERP لأي من الكاتيجوريز تبعت الـ IT؟ هل هي الـ Applications؟ نعم الـ ERP هو عبارة عن Application، ما في نقاش. External Connections، IT Management، Technical Infrastructure يعني البنية التحتية التقنية، IT Management إدارة الـ IT Information Technology، لا يعني ما بيجيش غير مع الـ Applications. بس إيه؟ هو عبارة عن ابلكيشن. هي ايه applications are programs that perform specific tasks related to business process. ERP belongs to the category of applications. ERP belongs to the category of applications. إذا الـ ERP هو عبارة عن ابلكيشن. طيب اوكي، اذا الجواب ايه. 16 باي يعني اشتري سايد، يعني جانب الشراء، وسيل سايد وجانب البيع، وباك اوفيس برا ورا جوا ما حد بيشوفه، اند انتربرايز ريسورس بلاننج اي ار بي ار سب كاتيجوريز اوف ويتش لاير اوف اي تي. هذول كلهم بيجوا تحت مين من الاي تي؟ اللاير معناها layer معناها الطبقة، طبقة من الـ IT. technical infrastructure buy side sell side IT management external connections applications برضو applications، لأنه في application للبيع وفي application للشراء وفي back office كله بيجي تحت الـ applications.
إذا الجواب عندنا دي، هذه دي نقراها عشان نوضحها أكثر. Applications are programs that perform specific tasks related to processes. هي عبارة عن تطبيقات، هي عبارة عن برامج، والتي تقوم بأداء مهام معينة related to أي عمل معين. Purchases، في موديل للpurchases، موديل للبيع المخازن. They may be transactional or support application. ممكن يكون له علاقة بالقيود المحاسبية. Or support applications، أو إنه في عندنا يعني تطبيقات داعمة تساعد البرنامج الرئيسي. طبعاً أنا مش فني جداً بالمواضيع هاي. Transactional application perform by side tasks. إذا أنت بتعمل عملية الشراء وهذه بتدخل إنه اشترينا من مين وشو اشترينا. فورا تلقائيا بصير قسم المحاسبة قيد محاسبة. اوكي؟ بتودي المستندات ليتر اون الهم بيشوفوها بتاكد بدون يسجلوا قيد، مجرد انه ترانزاكشن خلص بتمر بصير عندنا ديبت مثلا مشتريات وكريدت اي بي، لان قسم مشتريات اي جي بريكيورمنت الحصول على البضاعة مثلا شراء. سيل سايد قسم المبيعات تاسكس مهمة. اوردر بروسيسنج انه عملية إعداد أوامر بيع. And back office task جوا اللي هم invoicing الفوترة payables and recording receivables قسم المبيعات قسم الفوترة payables حساب payables وحساب المشتريات حساب receivable اللي هو بده حصل فلوس. ERB is software that integrates some of other functions. نعم الـ ERB بربط كل الـ other functions، كل الإدارات تربط. احنا كنا نعيش نشوف شو الموظفين لما تنزل رواتب كله تيجينا المسيرات ونشوف نقارن نشوف شو مدخلين ونطبق وندقق عليهم نتأكد من أرقامهم وبعد ذلك نعملها بروسيس وفاينلايزيشن وتروح على القيود المحاسبية وهكذا ونحول الرواتب إلى إيه؟ إلى البنوك وأصحاب الحسابات. إذا الجواب عندنا دي لسؤال 16. خلصنا هذا الجزء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.